السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في حلقه اخرى من حلقات الامديسيون كاز. عارف راسي بانه تعطلت، عارف راسي بانه ما بقيتش كنبان بزاف قدام الكاميرا وكنهضر معكم فاس فاس، عارف راسي بانه هاد الفيديوهات هادو ديال الكونساي كنتعطل فيهم. ولكن ما نساوش بانه انا تندير حلقات ديال اللايف تقريبا بشكل يومي على الفيسبوك، وهنولي نديرها حتى هي على الانستغرام، وهنولي نرجع لليوتيوب. هي هو ان شاء الله باش ما كتكبر العائله ديالنا، باش ما كيكبروا الهدايا ديالنا والمنتوجات اللي كتقدمها لكم الى امديسيون كاز. اليوم الموضوع ديالنا هو نهضروا على سيارات المشاهير ديال الويب. علاش ما اختارتش المشاهير بصفه عامه، وعلاش ما اختارتش المغنيين مثلا ولا الممثلين؟ وفي هذه الحلقه هذه بنهضر على المشاهير ديال الويب. شوفوا، نهار فاش بدا الاشهار بشكل عام، بدا مع الممثلين، بدا مع المغنيين، بدا مع الناس اللي كيمارسوا السينما ولا كيمارسوا الفن. من بعد بان سكون نابيل حنايا لي زانفلونسور او المؤثرين. من قبل كان الفنان ولا المغني هو المؤثر رقم واحد. من بعد بان اليوتيوب، ملي بان اليوتيوب ولاو عندنا مؤثرين بزاف في شتى ديال المجالات. الان اللي ولا عندنا ظهر انه ماشي بالضروره مثلا تكون مؤثر في واحد الجانب باش يقدر انك دير فيه الاشهار، ولا باش يقدر ديك الشركه ديال داك المنتوج انها تواصل معك. اليوم بغيت نهضر لكم على المشاهير ديال الويب وشنو هما السيارات اللي عندهم. ولكن قبل ما نبدا بغيت نقول لكم بانه ماشي كاع هاد المشاهير هادو راهم شاريين السيارات سبونسوريزي ولا شي حاجه من طرف الشركات. بعض المرات كيكون الاختيار ديالهم الخاص لهذيك السياره، وهذا الشيء اللي خلاني ندير الحلقه ديال اليوم. ثلاثه ديال الحوايج كتبني عليها الشركات القرار ديالها في انها تكونتاكتي ولا لا واحد المؤثر في الويب المغربي. الاولى هي عدد المشاهدين وعدد المنخرطين. هذه راه ما بقاش شي حاجه اللي كيهتموا بها بزاف، لانه السياسه ديال اليوتيوب الحاليه ما بقاش كتخليك توصل لعدد ديال المنخرطين كاملين. دونك انت وليتي كتجيب المشاهدات من عند ناس اخرين اللي ما كيكونوش مشتركين عندك في القناه، واللي كيوصلوا من النوتيفيكاسيون بلا ما يكونوا مشتركين لانهم تفرجوا بزاف ديال المرات عندك في لاسيشن يوتيوب. نفس الحاجه راه كاينه دابا في الفيسبوك. تقريبا راه الفيسبوك اللي بدا الاول هذه القضيه ديال الريتش طايح. يعني انت ياك خصك توصل للريتش ديالك بطرق او باخرى عبر البارطاج ولا شي عيبه كتبقى دوي مع المشتركين ديالك. طب ما عليناش، هذا ماشي هو الموضوع ديالنا. الحاجه الثانيه واللي هي اساسيه في الاختيار هي شكون اللي كيتفرج في هذاك خونا. تتلقى مثلا شي يوتيوبر اللي كيتفرجوا فيه عباد الله، ولكن دوك الناس اللي كيتفرجوا فيه فهما ما عندهمش واحد القدره الشرائيه اللي تخليهم يشريوا ديك الحاجه. هذا الشيء بالضروره ما كيعنيش انهم يشريوا واحد الحاجه وواحد الحاجه لا، ولكن ملي كتجي شركه اخرى كتلقى بانه هذيك الفئه اللي عنده فهي محتاجه انها تشري. مثلا نعطيكم مثال، بعض المرات كتجي شي شركه ديال السيارات واعره وكتمشي عند شي يوتيوبر اللي يلاه بادي وكتقول لي اجي بغيتك انت. علاش؟ لانه هي ما كتستهدفش الناس الكبار ولا شي حاجه، هي كتستهدف دير لونكراج، يعني تلصق لذاك الدري الصغير اللي عند هذاك اليوتيوبر، تلصق ليه ديك الفكره ديال ان هذا المنتوج هذا كيعني العظمه كيعني. الحاجه الثالثه هي هذا اليوتيوبر كيفاش بنى هاد المشاهدين ديالو. واش عبر الثقه؟ واش عبر ان سيرفيس كيعطيه هاد السيد؟ واش عنده ان كونتاكت ديريكت مع الكليان ديالو؟ هاد السيد هذا كيفاش كيانتيراجي مع الناس اللي عنده في اليوتيوب؟ يعني كيفاش الثقه دايزه؟ واش هاد السيد هي كيكذب هي كيصحصح؟ واش هي تيسافر في بلا نو؟ كيفاش هاد السيد هذا كيفكر؟ كيفاش باني ديك الثقه؟ راه ما كيعنيش بانه كاينه طريقه وحده عند اليوتيوبر اللي خصو يديرها باش يوصل لدوك الشركات، لا، حيت الشركات تقدر انت شي واحد اللي كتقول عليه والو، هذاك هو اللي كتحتاجو وكتنجح لها السياسه حسب الكوميونيتي مانجر اللي عند الشركه وحسب الماركتير اللي شاد لذاك الشركه هذيك اللعبه. دونك بلا ما ندخلو في المجال ديال الاختصاص بزاف، ندوزو تقريبا لليوتيوبرز ونعرفو شكون لا يوتيوبرز، شنو هي السياره اللي اختار، علاش اختارها، وندويو على كل يوتيوبرز شنو هما التفاصيل ديال السياره ديالو. دابا انا قررنا ان شاء الله ناخذ ولاد، ان شاء الله ناخذ ولاد الدار نفرحوها. نعم. ساعه نشد الجواج نمشي اللي درتو صافي نقول لهم هذا هو. مغربي في باريس ولا حماده الشروقات هو واحد اليوتيوبر اللي بدا بلايفات اللي كان كيدير فيهم تحديات اللي كانوا كيقترحوا عليه الشباب انه يديرهم. في نفس الوقت كان كيمثل الحلم ديال اي شاب مغربي انه يمشي لديك بلاد الغربه، وانه يمشي لاوروبا ويعيش في اوروبا وتا هو يدير شي نهار الحديد واللعاقه والفلوس. هاد القناه ديال هاد السيد كتعتبر من بين القنوات الشعبيه في المغرب بالنسبه لي، حيت كتجمع ما بين كما قلت الفلوغات البرانكات التحديات. السيد اختارته حيت نوعيه السياره اللي ايضا اختار كتمثل واحد السيروره للثقافه الشعبيه لاي ولد شعب. سولتي اشمن سياره بغيتي ديرها ولدي الا كبرتي؟ هيقول لك بغيت ندير رانج روفر. الايفوك اللي عند حماده الشروقات حاليا في المغرب كتستهدف سياستها التسويقيه الشباب
وحتى النساء وخصوصا الأثمنة اللي دارت دابا من طرف الرجل روفر إيفوك راه كانت أثمنة جد مغرية، وأدت لأن ثمن ديال جميع السيارات الاس يو في في الفئة ديالها أنها نقص. من بعد لا بوبليكاسيون اللي حطيت لكم على الفيسبوك اللي سولتكم فيها شكون هما اليوتيوبرز اللي كتعرفوا الطوموبيلات ديالهم، قلتوا لي سيمو الصدراجي ونيشا، مشيتوا لي الكلاس ا 180. هذا السيد هذا سان بودكاستور ويب كاستر مغربي اللي انتقل من لا كوميدي ولي بودكاست سير يوتيوب للتلفزه المغربيه، ولا كيدير افلام قصيره ولا كيدير سلسلات ايضا اللي شفتو مؤخرا ولا كيصوروا. هذا السيد هذا اللي الحلم ديال اي شاب دخل اليوتيوب المغربي انه يكمل بحال هكا، لانه كملنا كنبداو في الويب ولكن كنبغيو واحد النهار اننا نوصلوا للتلفزه المغربيه. هي كتحقيق ديال داتا السيد هذا اللي عنده مرسيدس كاسل ا 180 اللي كتمشي في نفس السياق ديال رانج روفر ايفوك اللي كتستهدف بها المرسيدس ايضا الشباب والنساء من خلال الاثمنه المغريه ديالها. الا بغيتي تعرف شنو هي لا بوليمي اللي نايضه على المرسيدس كلاس ا 180 هنا في المغرب، ممكن انك تشوف الليان الفوق. ما تيزيتيش يا معلم. او هادي في خاطر الدراري تيوليك فيك العياقه، هادي الجاكوار ديالي، هادي المازيراتي ديالي، وهادي هي اخر عياقه غادي ندير اليوم قبل ما نمشي نعس. اني واي غادي نزيد ان شاء الله على الفيراري هنا ان شاء الله في عيد ميلادي جد ديالي الجاي باش نعيق عليك مزيان. يلا نمشي. سيمو لايف ولا الملياردير اللي خرج من دوار ايزيكي اللي حارب الفقر واللي ولا روكون يوم دخل الملياردير ديال المغرب، لو باب ديال الاي كوميرس كما كيعتبروه بعض من الدراري اللي كيديروا الاي ماركتينغ ديال الاي كوميرس هنايا في المغرب. سيمو لايف عنده جوج ديال الطوموبيلات اللي تيحمقوه هو براسو، عاد كيحمقو عباد الله اللي كيتبعوه. جاكوار اف سبيس اللي عنده باللون الازرق اللي هو اصلا اللون باش كتخرج، وعنده لا مازيراتي ريبيل 1 of 200، وهو تيقولك بانه عنده السياره الوحيده هنا في المغرب. هاد السياره الوحيده اللي عنده هنا في المغرب اللي كيقصد بها انه هو اللي مدخلها عن طريق وكاله مغربيه، اما الناس اللي يقدروا يكونوا ديواناوها ولا ما ديواناوهاش هاد الأسئلة هادي صعيب أننا نعرفوها وأننا وصلوا لها، لأنه الحق في المعلومة شي شوية صعيب أنك توصل ليه. الحساسية الموضوع أنك تعرف بنادم شنو هي الطوموبيلات اللي عنده، وبالتالي هو الوحيد اللي عنده هاد السيارة اللي مدخلها عن طريق الوكالة. هو كما صرح كما شفتوا في الأول ديال الفيديو أنه بغى يدخل فيرارية، واللي كيقول أنه بغى يدخل فيراري في اللون الأحمر. مازال نتبعوه باش نعرفوا فين يوصلوا الحماق ديال الطوموبيلات، شنو هما الطوموبيلات اللي هيدخل. ومازال عندي واحد السؤال ديال كيفاش هو مأكد 100% أنه هو الوحيد اللي عنده الريبال هنايا في المغرب. سدلينا البيبان، سدلينا البيبان الإخوان، غادي نجربوا التسلا. هانتوما التسلا الإخوان. سير أخويا سير، حل البيبان حل البيبان. أمين رغيب لو باب دي ويب ماروكان، أول ما دخل اليوتيوب المغربي السيارات ديالو تيضل يحافظ عليها في سريه تامه، داكشي علاش ما قدرناش نوصلوا السيارات ديالو عبر الوسائل العاديه اللي هي الانستغرام اليوتيوب الى اخره. وبالتالي نافاش يبغي يبين الطوموبيله ديالو يبينها غنهضروا عليها. امين رغيب صرح في ستوريات الاخره ديالو على انه بغى ياخذ شي سياره، مازال ما عرفناش شنو هي الشركه اللي غتخطب الود ديالو فهاد الشركه كامله ديال السيارات. نهار تبان شي سياره عنده وكنوعدكم انني غنمشي نصب عليه راسو باش اننا نبينو السياره اللي هيدير امين رغيب شي تيست درايف عندنا، وهنسولو لكم علاش هاد السيد هذا اختار هاد السياره هادي. من هنا لتما كنلقاكم في مد الامداسيون كار. السلام عليكم.